وين رئاسة الجمهورية؟ وين وزارة الثقافة؟ مفتش عام عندهم وزارة الثقافة الحماية مالته يسلبون بضح الناس. ساعة 4:30 سيارة يتاهوات دخلت له لكرادة واخدته وكسرته وكسرت خشمه وكسرت راسه واخذوا خلف الله الناس المواطنين خلصوه من عندهم تليفونه وسيارته أخذوها. وين الدولة؟ زين احنا العشائر يقول لك ممنوع دقات ممنوع أربع أرغاب، شلون نطلع حقنا هسه احنا؟ شلون نطلع حقنا من مدير مفتش عام وزارة الثقافة اللي هو علي حميد؟ زين شلون نطلع حقنا؟ وشوف هذا التقرير والكسور والتهشمات بالجمجمة. زين سيارتين تهوات سود، شلون راح نطلع حقنا؟ يقول رئيس وزراء ممنوع دق عشارية، خلي يطلع لنا حقنا هسه. هذا شنو بشر لو مو بشر؟ والمواطن وبضح النهار موجود و40 شاهد عندنا. حيدر وياهم 40 شاهد عندنا والكاميرات موجودة. والكاميرات موجودة، رئيس الوزراء انت شلت الصبات، الحضرت كل المناطق، شوف هذا الرجال تسوي. والله مدير عام.